أيها السادة الخضر، والآن كلنا آذن صاغية للكلمة القيمة الشبية من فضيلة الشيخ عبد الرحمن علي زين وحفى الحافظ، وإلى حضرته فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ الحمد لله إننا بخير، وكيف حالكم؟ الحمد لله. إن شاء الله تفهمون العربية جيدا؟ إن شاء الله. لا نحتاج إلى التكلم بالإندونيسي؟ الحمد لله. جيد. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، في أول هذه الكلمة أشكر فضيلة شيخنا ومربينا رئيس معهد دار الإيمان وزوجته الكريمة، وكذلك مديرة المعهد والإخوة الأفاضل مدير معهد البنين والرؤساء هنا والمدرسون وكذلك المدرسات. أشكركم من أعماق قلبي وإلى الطالبات جميعا. فصراحة لا أستطيع أن أصف السعادة والفرحة عندما دخلت إلى هذا المعهد، فشعرت بالطمأنينة والسكينة والراحة. فهذه نعمة من الله، نعمة كبيرة جدا. فأنا مسرور لأنني بينكم اليوم وأقف أمامكم لألقي هذه الكلمات المتواضعة من العبد المتواضع. ففي الحقيقة لا أستطيع أن أعبر وأن أصف الفرحة التي أنا فيها، فالحمد لله رب العالمين. كذلك نحمد الله الذي اختارنا لهذه المنحة. غيرنا يتمنى أن يكون في هذا المكان، لكن شاءت الأقدار ليسوا هنا. فالله اختار هؤلاء الطالبات من بين مئات الملايين وأدخلكم إلى هذا المعهد. لماذا دخلتم إلى هنا؟ ماذا تريدون من معهد الإيمان؟ سوف تمكثون سنوات معدودة ثم تتخرجون، أين ستذهبون؟ نحن نحتاج إلى قدوة، نحتاج إلى أم تكون قدوة، قدوة لأسرتها، لبيتها، لأولادها. الجيل يعتمد عليكن بالدرجة الأولى، تعرفون أو لا؟ وراء كل رجل عظيم امرأة. الرجل إذا يريد أن يصبح عظيما، أنت السبب. السبب هي المرأة التي ستكون سند وعون له. المرأة إذا تعلمت تعلم جيد ستكونين شيء كبير لهذا الإسلام. إذا أردنا المجتمع أن يكون صالح أو فاسد هو بسبب المرأة. الغرب أكثر ما يركزون على من؟ على المرأة. الفتن والمغريات، الأموال، مليارات للمرأة حتى تفتن الرجل ويصبح فاسد، ثم يكون المجتمع والجيل فاسد. فأنا أريد أنصح نفسي وأنصح إخواني وأخواتي هنا، لابد أن تركزوا على القلب. هارس لي هاتي. كيف القلب مع الله؟ أهم شيء أن نركز على القلب. الله لا ينظر إلى الشكل، إذا كان جميل، لباسه نظيف، شكله ما شاء الله، معه نقود كثير، لا، الله لا يريد هذا. حتى إذا كان أسود أبيض، لا، الله لا ينظر إلى الصورة ولا إلى الجسم، لكن ينظر إلى القلب. كيف القلب؟
إذا كان القلب نظيف هذا العبد عند الله عظيم وكبير جدا، إذا كان القلب وسخ فهو حتى إذا كان يملك إندونيسيا لا يوجد، ليس له قيمة عند الله. والسنوات تمشي، العمر يمشي، وفي الأخير سنلتقي في الجنة تحت ظل عرشه على قدر ما نزرع في هذه الدنيا. ماذا سنزرع؟ ماذا ستتعلمون؟ ماذا ستتربون؟ أنتم الآن تزرعون حتى تقودوا هذا الجيل، أنتن ستقودون هذه الأمة، ستربون الأجيال إذا تعلمتن تعلم جيد، اجتهدتن وتعبتن، تعلمتن القرآن أحكام الدين كاملة العقيدة، سيكون لكن دور كبير جدا في هذه في للأمة الإسلامية. فهمتم الكلام؟ أنا أريد منكن الهمة والتركيز على القلب، ركزوا على القلب أكثر من أي شيء آخر. دائما نحاول أن يكون نظيف، كيف ننظف القلب؟ كيف يكون نظيف؟ كثرة الاستغفار، كثرة الصلاة على النبي، كثرة الطاعات، هذا يجعله دائما برسي ونظيف دائما. فأسأل الله بمنه وكرمه كما جمعنا في هذا المكان ونحن في بيت من بيوته أن يجمعنا تحت ظل عرشه، وأن يجمعنا مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأنا إن شاء الله من هنا أصبحت أشعر أنني واحد من هذا المعهد، الآن أصبحت أشعر أنني من أسرة هذا المعهد، وإن شاء الله نتعاون ويكون في القريب العاجل نبني المسجد هنا حتى يسع للطالبات كامل. ونعم، وأنا أطلب الدعاء، أنتن تصلين وتقومن الليل، نحتاج الدعاء أن الله يجعل أفئدة من الناس ومن المحسنين يأوون إلى معهد الإيمان، أن الله يملكنا قلوب من نحتاج إليهم. نحن بحاجة إلى هذا المتبرع، نريد من الله يجعلنا نملك هذا القلب حتى يسهل علينا بناء المسجد وبناء دار لليتيمات إن شاء الله. ومشروعنا إن شاء الله القادم هو بناء مسجد وكذلك دار لليتيمات في هذا المعهد المبارك. أكرر شكري لرئيس المعهد وللإخوة الفضلاء والأخوات رئيسة المعهد وزوجته على الاستقبال والترتيب والضيافة، جزاكم الله خير الجزاء. وأشكر الطالبات على حسن الاستماع والمشرفات جميعا. ولا تنسونا من دعواتكم، وانتبهوا لأنفسكن، انتبهن لأنفسكن كثيرا، الفتن كبيرة، والفتنة للمرأة كبيرة جدا، فانتبهن لأنفسكن كثير، القرب من الله كثير، كثرة الاستغفار، لا تركزن على كثرة الطاعة ولكن ركزن على الجوهر، الجوهر هو القلب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.